الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الكفر الأكبر أو الردة خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟ كفر على نوعين: كفر الأصلي وهو ما عليه الكفار عموما قبل أن يدخلوا في الإسلام، والنوع الثاني كفر ردة، كفر ردة وهو أن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ارتد عن الإسلام وصار كافرا، وهذا يعامل غير معاملة الكافر الأصلي، يعامل معاملة المرتد بأن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يرثه أقاربه المسلمون ولا يرثه الكفار أيضا، بل يصادر ماله ويكون خيئا. هذا هو المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم. ولا ننظر نقول إلى ما في قلبه، نحن نحكم على الظاهر، نحن حكمنا على الظاهر، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يرتد عن دين الإسلام ونعامله معاملة المرتد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، الله لم يكلفنا بما في القلوب، على إليه سبحانه وتعالى، إنما نحكم على الظاهر. فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات أو دعا الأموات هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، ونعامله معاملة المرتد إلا أن يتوب إلى الله توبة صحيحة.